السلام عليكم السلام ورحمة الله أخي، احكي لنا وبركاته. عن مراحل زراعة الذرة. مراحل زراعة الذرة، أول شي بنفلح، بنجيب بدار حب ذرة بنزرعها، بنسقيها، بعد السقية بننكشها، بعد النكش بنعطيها عدان تعطيش، بعد العدان تعطيش بنبخها، بعد البخ تعشيبة مع تفريد. شو هو يعني التفريد؟ شو بفيده للذرة؟ التفريد بفيده بكل شيء، أول شيء بيرتاح العرق وبعدين بياخد مجده، بيرتاح وبشد العرق وببنى منيح. وبعدين شو بصير؟ بعدين بصير بحمل، بعد الحمل أول ما يبلش حمل بنبخه، بصير موعد البخ بنبخه. طب هلا عم تلاقوا مواد للبخ؟ حاليا هلا ما عم نلاقي، لا ما في مواد للبخ بسبب الحصار، ما في. يوم بدنا نجيب بطيخ والله بننزل بالسيارة.